تحت شعار مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم، وتحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة وإشراف والي ولاية تيارت، نظمت احتفالية بيوم الإسكان العربي المصادف للرابع أكتوبر 2021 بدار الثقافة علي معاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الكلمة. تحت الرعاية السامية لوزارة السكن والعمران والمدينة وتحت إشراف السيد الوالي، تم تخصيص احتفاليات لتنظيم يوم العربي للسكن من طرف الوزارة الوصية تحت شعار مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم، والمصادف ليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021. تم التنسيق بمعية المصالح المعنية بوزارة السكن، منها مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية، بالإضافة إلى مديرية التجهيزات العمومية، إلى صندوق نوبات السكن المعنيين، إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري. تخصيص تنظيم يوم عربي سي تي سي لي بانك إيتو، واجتهدنا كل واحد من جهته لتنظيم هذا المعرض. هذا الإطار نيابة عند السيد الوالي نعلن رسميا افتتاح هذا بالتنسيق مع مدير السكن ومدير التعمير والهندسة المعمارية في تيارت، تشارك يعني مشاركة فعالة في التنمية والإسكان، بحيث تعد كل دراسات المعمارية التي تسمح بتوظيف هذه المشاريع. واليوم في هذا اليوم العالمي بتقديم، من حيث مشاركة الناس سنتطرق إلى آلية التعمير التي تنظم يعني كل ولاية تيارت، 42 بلدية كلها مغطاة بهذه آلية التعمير التي تسمح يعني بوضع المشاريع الدولة سواء في السكن أو في التجهيزات العمومية. تم عرض مختلف المشاريع المنتهية والتي هي في طور الإنجاز، بالإضافة إلى حوصلة عامة للسكنات بمختلف الصيغ، وعرض عدد السكنات الموزعة خلال السنتين الماضيتين والتي بلغت 13779 وحدة سكنية، وتقديم مختلف التجهيزات العمومية، إضافة إلى السكن الريفي التجمعي الذي تم فيه أخذ بعين الاعتبار قدرة المستفيد على إكمال أشغال البناء الضرورية وفق ما تقدم له من إعانة مالية. أنا نعرض طريقة ممتازة حصيدة السكن العمومي الإيجاري، استفادت ولاية تيارت مختلف البرامج التنموية، بما فيها البرامج الخماسية، برامج الإضافية، برامج القضاء على السكن من 29,740 سكن، منها السكنات المنتهية إلى غاية تاريخ اليوم 27,740 سكن، السكنات التي هي في طور الإنجاز 1,140 سكن. برنامج التقاوي المدعم، استفادت ولاية تيارت من 1000 سكن تقاوي مدعم موزع على بعض ولضمان مخطط عمراني متناسق من أجل تحقيق الأهداف المسطرة واستغلال حقيقي وناجح للقطع الأراضي الخاصة بالبرامج السكنية التي من شأنها رفع مستوى الحياة الفردية والعمل المواطن.